المهرجان بطاقة جديدة، مما يعطينا دلالة ومؤشرا واضحا لا يقبل التأويل على قدرة المجتمع المدني على تحمل مسؤولياته تجاه إعادة صياغة الفكر والوعي في المجتمع المصري، وبأنه لا الأساس بل والمحوري في غنى الثقافة المصري. نأمل أن تكون إقامة الدورة في ظل التحديات التي واجهها الوطن رسالة إلى من يعتقدون بأنهم يستطيعون حصار البحر أو إسناد صدقة سماع الإبداع. إن الثقافة المصرية ستظل دائما طائر محلق فوق كل الأنظمة وفوق كل التيارات. عاش الفن المصري. كان نفسي أتكلم عن الأفلام والدول والخدمات والحاجات، لكن أنا شايف إنك اللحظة فعلا لحظة تحدي كلنا واقفين الحمد لله إن الفن المصري خير وإن القوة المصري الحالية فنها وفنانينها وثقافتنا. أنا بشكر حضراتكم وأتمنى إن شاء الله بلاد أيام المهرجان من خلال الندوات والخطاب من خلال التكلمات والمؤتمرات الصحفية. الحقيقة مش عارف يعني الحمد لله عندنا نشاط كبير برضه ومحبوس إعجابكم، وأتمنى إن شاء الله المهرجان السنة دي يكون بداية جديدة موفقة للمهرجان. بشكر أيضا كل وسائل الجمعية التدريبية بداية من المؤسسة الجمعية الرابعة الأستاذ كمال ملاك ثم الأستاذ أمين لبيب والأستاذ أحمد الحضري والأستاذ عبد الحي لبيب والأستاذ محمد صالح والأستاذ ممدوح الليسي اللي هي على مدار 40 سنة نجحوا في إنهم يجعلوا الجمعية تكون حائط صوت قوي ضد أي تطرف وضد أي إرهاب. بشكر حضراتكم وشكرا. استحق تماما على جميع أحلامنا ليرينا كل ما خفي عنا. أحد أشهر كتاب السينمائي في السينما المصرية عبر ثلاثة عقود، العظيم وحيد. لا يصل تأثيره على الإطلاق، وخصوصا
حرم